جميع الذين تفاوضوا عن قرارات السكة الحديد أضروا بمصلحة مصر ضررا بالغا، معدات بملايين الدولارات مفروض تشتغل 50 سنة. قرارات سكة حديد مفروض تيجي تشتغل هنا 50 سنة، ما اشتغلتش سنة واحدة ولم يعاقب أحد. والقرارات اللي جت جديدة واشتغلت سنة واحدة دي راحت أقل من سنة، مكهنة هي مرمية في الفرس. سيادتك أنا كم قرار تقريبا؟ ده كتير، قرارات كتير، قرارات جبناها من اسبانيا ما اشتغلتش 6 شهور. طب قلنا قرارات للسكه الحديد ما اشتغلتش سنه واحده. تقريبا كم قرار؟ كتير يا بيه كتير، ده يجي 40 قرار من كذا طراز ما اشتغلوش سنه واحده. كلهم من اسبانيا؟ لا، جزء من اسبانيا وجزء من الولايات المتحده الامريكيه. تمام. طيب والقرارات دي موجوده فين؟ مكانها فين؟ موجوده هنا في الحوش متخزنه اهي في ورش السكه الحديد. هنا في ورش في رمسيس. في رمسيس. والذين تعاقدوا عليهم بيتعاقدوا عليهم بالطريق الخطر. كيف ان انا ذاهب لشراء قرار للسكه الحديد اخد بيكت ماني اقيم عندهم؟ طب ما انا اتفاوض لحسابهم. ده احنا فين هنا يا عم امير؟ هنا ورشه القرارات، ورشه عمره القرارات عنابر بولان. تمام. دي بقى حاطين فيها ايه؟ لقرارات السكه الحديد عشان تتعمر جواها. ايه مشكلتها يعني؟ ايه الفساد اللي فيها؟ ان القرارات اللي هي المفروض تيجي تشتغل 50 سنة اللي تعاقد عليها ما اشتغلتش سنه واحده. وخزنوها هنا. وخزنوها هنا قرارات اسبانيا استوردناها من اسبانيا، دفع فيها ملايين الدولارات. تقريبا القرار بكم مليون دولار؟ القرار اللي احنا راكبينه ب 14 مليون دولار. تمام. ده جه اشتغل اقل من سنه واتركن في ورشه القرارات. هي صفقه قرارات اسمها قرارات الاسبان استوردوها من اسبانيا. احنا عايزين نعرف مين المسؤول استورد القرارات اللي بدل ما تشتغل 50 سنة اشتغلت اقل من سنه وبتاع. احنا عايزين نعرف بس ليه تعاقد ضد مصلحه مصر. تمام. ليه ما كلفش المصدر ان هو ليه ما كلفش المصدر استورد منه القرارات دي بعودة هذه القرارات وإعادة تصليح أو استبدالها بقرارات أخرى وهي ما عمرتش؟ المفروض القرارات دي تعاقب هذا المسؤول.